يا العربي يا العربي صلوا على مدح النبي. يا العربي يا العربي صلوا على مدح النبي. صلوا على مدح النبي. صلوا على مدح النبي. شكني خش لي ملا خش لي ملا حلي حجي سعوديات ايش الاحبه ايش اللي تجي فيها هي نتف شو لا بلا ايش اللي جميع انا مالا هي يا بلا السلام عليكم. ليش لابسين زي كذا؟ عليكم السلام. أنت اللي وراك لابس كذا. وما ستي؟ بنتج مارك كوتوس مدى. وشلون تتكلم سعودي في هالزمن؟ الزمان؟ ليش احنا مو في 2013؟ لا احنا في 2090. دقيقة 2013. مو هذا الزمن اللي اشتغل فيه القطار؟ لا ما اشتغل ولا حتى بعد 10 سنين. الله يرجيك يا دوخي. بالله مش سويت ما صديق حبي هذا فل بديت من غيري يا الوسخين يا جماعة احنا اكثر دولة في العالم عندها مخزون نفط، وحسب وكالات طاقة ومنظمات دولية للطاقة تقول ان البترول راح يخلص بعد 120 ل 150 سنة. لا وفي خبراء يقولوا انه بيخلص قبل كذا بعد. نعم انا قاريها بالكمبليبيا. ايه قصدك ويكيبيديا. المهم كمبليبيا وكليبيا اهم شيء ان متورطين ومتخوبرين وبس. عشان كذا في الفترة الاخيرة المملكة بدأت تفكر ان النفط هو مو لازم يكون كل شيء نعتمد عليه. ايه يا شيخ. وحلو كذلك اننا كشعب نهتم بالموضوع ونبدا نغير تفكيرنا ونبدا نركز على الامور الكبيره. نركز. النفط بيخلص واحنا لسه نقارن دبي بالسعوديه وننقهر. النفط بيخلص واحنا لسه نغش في اختبار اللغه الانجليزيه ونقول اصلا عادي لغه كفار. النفط بيخلص واحنا لسه ندعي على بعض بالسرطان. تعرفون شو هذا؟ هذا بوادر كسل. في دراسة قديمة أصلاً طلعت تقول إن السعودية ثالث أكسل شعب بالعالم. صراحة ما أعرف وش مصدرها لأن ما كان لي خلق أقراها. وين؟ هذا هامش خسارة. أنا مصورة قبل سنة. وش المشكلة؟ طب وراكم مخذينة. ما أخذنا شيء. إلا مخذينة شوف. هذا حبيبي حبيبي. برنامجك كله 6 حلقات يمكن 6 حلقات 5000 مشاهدة كلها على بعضها. اشتغل حبيبي يلا. اشتغل. إلا ليش تشبهني أنت؟ حلو النشاط يا أخي. الكسل صار يجيب لنا أمراض. يعني احنا ترى على فكره ثالث اكثر دوله في العالم فيها نسبه سمنه. ثالث اكسل ثالث اسمن في شيء بيننا وبين المركز الثالث والبرونزيه ما ادري وش بالضبط. في الفتره الاخيره دراسه المانيه طلعت تقول ان الخطوط السعوديه السادس اسوأ خطوط في العالم من ناحيه الامان. وطبعا الخطوط اعترضت على هذه الدراسه وانا عارف ليش، لانهم يبون يكونون ثالث اسوأ خطوط في العالم من ناحيه الامان. لا هنا كان يبغى لك
غمزة. وعشان ما نكون سلبيين، في أشياء إيجابية كثير خذينا فيها المركز الثالث. يعني مثلا إحنا فزنا بالميدالية البرونزية في رياضة ركوب الخيل في أولمبياد 2012، شيء مرة كويس. وإحنا ثالث أقل دولة في العالم عليها مديونية، ممتاز. وحسب دراسة بريطانية إحنا ثالث أحسن شعب في العالم، وإحنا ثالث أكثر شعب ما يسمع الكلام اللي قلته قبل شوي، لأن كله فقش، ما في دراسة بريطانية تقول، ولا هم يحزنون. يا اخي من قوه كسلنا حتى لما نروح نتسوق شيل، ولا نسال وش السعر ولا شيء، نعطيها بس واحده. صديقي هذا كله كم؟ واذا جينا نكاسر يلعب علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كم ذا الفقع؟ هذا الفقع ب 400 ريال. وين يا ابن حلال؟ وش ال 400 ريال؟ مستغرب ليش؟ يا اخي قبل نص ساعه جايك سواقي قايل له 50. ما حد جاني اصلا، الديره اصلا ما فيها سواقين اصلا. الا اقول لك، بقول لك تبي فقع رخيص؟ وين؟ هناك في زبيدي فقع رخيص. شوف وين هناك. ايه وين؟ وين يا حب؟ كان اي هلبي يا ابوي، ايش عندكم مجتمعين هنا؟ اوه فقع. متى بيجي الشخص المؤثر اللي يقدر يغير اهتمامات الشعب، يقوم الناس من الكسل، يستثمر في طاقات أبناء وبنات هذا البلد، حتى ممكن يساعد في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، بما أن احنا يعني جبنا سيرة طاقات أبناء البلد. وهذا التاجر موجود يا جماعة الخير، هذا التاجر أمامكم عينة من هذا التاجر. أنا خاف على مصلحة الوطن، مصلحة البلد كتاجر، مني ومنكم، يعني احنا مواطنين مع بعض تجار. احنا آخر مصنع وين كنا؟ في جيزان. نعم في جيزان، آخر مصنع في جيزان يا جماعة الخير، كل الموظفين سعوديين، كلهم سعوديين. ومن الطبيعي أنا نأخذ بعين الاعتبار أن هنالك نفط سينتهي، نحن يعني تماما نعرف ما هي الطاقة البديلة، نعرف تماما ما هي الطاقة البديلة. يعني نسعى يعني إذا النفط خلص وأمور في البلاستيك وأمور البويباني في الورق وأمور تفضل. أي وهذا اتصال يقول أن النفط ظهر في تبوك، الآن في نفط في تبوك، سننقل كل مصانعنا من جيزان ولا بالحجاز ولا إلى تبوك، وهذا ما يسمى بالطاقة البديلة، أنك تستبدل مصانعك من هنا وتضعها هناك جنب النفط. خليك حول حواليه، هذه الطاقة البديلة، هذه الطاقة البديلة. لا هذا تاجر تجاري رخيص. زي ما أنتم شايفين أنا قاعد أقدم حلقة لا يكثر بدون سروال، لكن إذا تجارنا بهذا الطمع عادي جدا، يمكن الحلقة الجاية أقدمه مفصخ. شكرا. هذه الحلقة الأولى من الموسم الثاني، وإن شاء الله في الموسم الثاني راح نخصص هذه الخانة للطاقات الوطنية والشركات الوطنية فقط. في هذه الحلقة معانا شركة هيلنز، يعطيهم العافية. لو تروحون لهم وتعطونهم حبة كذا خيل هذا كله صديق، تنبسطون إن شاء الله. في تحصلون أشياء عندهم، كب كيكس وكوكيز، أشياء جميلة كذا، أشياء حلوة جميلة. وعلى بركة الله. السلام عليكم. هذا وش يقول هذا؟ تكلم عن براميل البترول. كني أسمع يقول طاقة بديلة بالبترول. السلام عليكم يا صديق. والله أعمالكم طيبة، من وين جايب هذه؟ يبيلك أنت تحتاج، على فكرة السبسكرايب فيه مشاكل، تحتاج يدقون لك السبسكرايب دق. سكني هذه قهوة الأمريكانو ها؟ لا 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 لا